في الختام تذكير بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يتبنى الشراكة بين القوات الأمنية والمواطنين لتعزيز الاستقرار، ويؤكد المضي قدما بتحسين واقع الخدمات. اجتماع موسع لتأهيل المدارس في قضاء الطوز، ونفي حمل السلاح في رفع تجاوزات حي الطين، والزراعة تستبدل السماد بالمرشات. السوداني يبشر بأضخم مشروع لإنتاج الكهرباء في العراق، والمالكي يحذر من تحويل التعديلات الأحوال الشخصية لفتنة مجتمعية. حملة كبرى لإعادة المتسربين إلى المدارس، والداخلية تنفي شائعات الإيدز بين الزائرين، والسفير البريطاني في العراق يشكو التهديدات. إلى هنا نصل لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.